لا غيرنا إله واحد أمين. المجد ليك يا رب الآن كل أوان إلى دار الدهور كلها أمين. ليك يا رب كل شكر وليك كل مجد وكل حمد وكل تسبيح، لأنك إله صالح ومحب وراعي وأمين ومخلص. بالبركة يا رب بارك علينا، بالتقديس يا رب قدسنا، محتاجين إليك يا رب ومشتاقين ليك يا رب. اشبعنا من نعمتك ومن دسم بيتك يا رب، اروينا بشفاعة أمنا الطاهرة القديسة مريم وقرودنا ماري مرقس. اسمع واستجيب لينا، لأن ليك كل مجد وكرامة إلى الأبد. آمين. نكمل قرايتنا في سفر أرميا، كنا وصلنا لإصحاح 31 وعدد 15. أرميا 31 عدد 15. شفنا في بداية الإصحاح الوعود الجميلة جدا اللي ربنا إداها لشعبه، بالرغم من الكلام الصعب اللي اتكلم بيه أرميا على شعب إسرائيل، وإزاي إن ده شعب قاسي ومرفوض، لكن ربنا في محبته بيقبل الكل وبيطول أناته على الكل. والإعلانات الجميلة اللي ربنا أعلنها تجاه البشرية، محبة أبدية، أحببتك من أجل ذلك ألمت لك الرحمة، وسأبنيك بعد يا عذراء إسرائيل فتبنين، واتكلم إنه هيرجع حتى الأعمى والأعرج والماخض والحبلة اللي مش عارفين يمشوا في خط مستقيم، هو يمشيهم في ذلك الخط المستقيم. بيقول هكذا قال الرب في عدد 15 إصحاح 31، هكذا قال الرب: صوت سمع في الرامة، نوح بكاء مر، رحيل تبكي على أولادها وتأبى أن تتعزى عن أولادها لأنهم ليسوا بموجودين. ورحيل هنا دي الزوجة المحبوبة من يعقوب، ومعنى رحيل إنها بتكني عن شعب إسرائيل كله المحبوب من الله، فهي بتبكي لأن أولادها مش موجودين. والنبوة دي كان ليها بعدين، البعد المباشر لما يحصل خراب إسرائيل، خراب أورشليم وهد بناء الهيكل وقتل الأولاد بالسيف والوبا والجوع، فرحيل للأم هتبكي على أولادها لأنها مش لاقياهم. والبعد التاني اللي حصل في أيام ميلاد المسيح لما هيرودس قتل أطفال بيت لحم، فالنبوة كان ليها بعدين، البعد المباشر والبعد النبوي. إن رحيل الأم هتبكي لأنها مش لاقية أولادها بسبب الموت. هكذا قال رب الجنود: امنعي صوتك عن البكاء وعينيك عن الدموع، لأنه يوجد جزاء لعملك، يقول الرب. فربنا هنا بالرغم من حزنها الشديد لكن بيديها التعزية، يقول لها ما تبكيش وعينيكي ما تنزلش الدموع، لأن في جزاء إذا كان ده حصل فهو نتيجة الأعمال الشريرة اللي عاشتها، لكن الجزاء الأكبر والأعظم إن ربنا هيخلصها ويرحمها. يقول الرب: فيرجعون من أرض العدو. ودي التعزية بقى، إن أولادك اللي مش موجودين يرجعوا لك مرة تانية من أرض العدو، العدو اللي سباهم وأذلهم وحطمهم. ويدي بقى آية جميلة: ويوجد رجاء لآخرتك.
في رجاء، في رجاء الخلاص، وفي رجاء النجاة، وفي رجاء الأبدية. وربنا بيأكد أنه يوجد هذا الرجاء. في الآخر هتفرحي بعد ما تتأدبي، لكن في فرح بعد التأديب. يوجد رجاء لآخرتك يقول الرب، فيرجع الأبناء إلى تخومهم، أولادك يرجعوا لحدودهم والتخوم بتاعتهم مرة تانية. ودي تعزية كبيرة جدا للكنيسة، تعزية لكل أم ولكل أب ولكل خادم، إن الولاد اللي ضاعوا هيرجعوا، يرجعوا لمسكنهم، يرجعوا لتخومهم، يرجعوا لحدودهم إذا كانوا تجاوزوا هذه الحدود وبعدوا عنهم. سمعا سمعت إفرايم، إفرايم دي كناية عن المملكة الشمالية كلها اللي هي مملكة إسرائيل. فربنا بيقول أنا سامع صوتهم. سمعا سمعت إفرايم، ربنا بيأكد إنه سامع. إفرايم بيقول لإيه ربنا؟ أدبتني فتأدبت. أنت يا رب أدبتني وأنا قبلت التأديب ده وتعلمت منه. أو نشيل إفرايم وكل واحد يحط نفسه مكان إفرايم. أدبتني فتأدبت كعجل غير مروض. العجل اللي مش مروض، اللي بينطح وبيرفض وبيجري ويرمح، محتاج شد عليه. فبيقول لربنا انت أدبتني يا رب وانا اتأدبت فعلا، لاني كنت عبارة عن عجل غير مروض، ماشي ورا شهوته ورا اندفاعه ورا قوته. بعدين الصرخة الجميلة البشرية كلها تصرخها لربنا، توبني فأتوب. صرخها أرمية وبيصرخها شعب إسرائيل، تصرخها البشرية كلها، وبيصرخها كل واحد فينا، توبني يا رب فأتوب. أنا مش قادر على التوبة يا رب، سواء مش عايز، مش قادر، مش عارف. أنا مش عارف أتوب إزاي، ولا قادر إن أنا أتوب، ولا عايز إن أنا أتوب، لكن أنت توبني يا رب فأتوب. توبني بروحك. يمكن ربنا بيستخدم طرق للتأديب كتيرة في حياتنا علشان يتوبنا، وبرضك إحنا ما بنتوبش، ما بنخضعش للتأديب. فتبقى صرختنا ليه، توبني يا رب فأتوب، لأنك أنت الرب إلهي. كلمة إلهي يعني بتاعي، ما زلت إلهي، ماي لورد أو ماي جاد، أنت الإله بتاعي. عايز أكون ليك وأنت تكون ليا. عشان كده من فضلك يا رب توبني فأتوب، عرفني يا رب إزاي أتوب، واديني الرغبة إني أتوب، واديني القدرة يا رب إني أتوب. لأن بعد رجوعي ندمت، وبعد تعلمي صفقت على فخذي. برضك الإنسان أو إفرايم أو إسرائيل بيقول، لسه بيتكلم ربنا في الأول، سمعت وسمع عن إفرايم، ده حديث ربنا. طيب إيه يا رب اللي أنت سمعته من إفرايم؟ إفرايم بيقول كده، إنك أدبتني فتأدبت وأنا عجل غير مروض، توبني يا رب فأتوب لأنك أنت الرب إلهي. وبيقول له بعد رجوعي ندمت، أنا ندمت إزاي أنا بعدت عنك يا رب، وحرمت نفسي من حبك ومن رعايتك، زي أغسطينوس كده قال،
ندمت كثيرا، تأخرت في حبك أيها الجمال الفائق. ندم على السنين اللي قعدها بعيد عن ربنا، وقال حس كده بعد ما تاب وداق حلاوة ربنا، قال أنا ندمان على التأخر بتاعي في حبك. بعد تعلمي، بعد ما تعلمت الدرس، صفقت على فخدي، خبطت على فخدي يعني، وقلت يا ريتني ما كنت عملت كده. الواحد لما بيندم بيخبط على فخديه ويقول يا ريتني ما كنت عملت كده. فهو بيوصف نفسه بهذا المنظر. وبعد تعلمي صفقت على فخذي، خذيت وخجلت لأني قد حملت عار صبايا. وعار الصبا ده اللي هو طيشان الشهوات الشبابية، هل إفرايم ده ربنا بقى بيكمل، ده صوت ربنا اللي جاي في عدد 20. إذا كان ده كلام إفرايم فربنا بيرد عليه، هل إفرايم ابن عزيز؟ شيل إفرايم بقى ونحط كل واحد مكانه، ربنا بيقول كده، هل فلان ده عزيز عليا أوي يعني ابني العزيز عليا؟ هل إفرايم ابن عزيز لدي أو ولد مصر؟ ولد مصر يعني بيفرح أبوه كده وبسطه بإرضائه وبطاعته، بالرغم إن إفرايم ما سببش سرور أبدا لربنا، لكن هو ولد عزيز عند ربنا. بالرغم إن أنا ما كنتش موضع مسرة لله، لكن أنا ما زلت عزيز عنده، لأني كلما تكلمت به أذكره بعد ذكرا. ده ربنا اللي بيتكلم، بيقول كل ما أفتكر اسمه كده بفتكره، كل ما تكلمت به أذكره بعد ذكرا، مش عايز يروح من ذاكرتي. فإحنا محفوظين في ذاكرة الله مهما كنا أشرار. من أجل ذلك حنت أحشائي إليه، عشان كده تملي أنا بحن ليه. أحشاء الله دي يعني داخل الله، داخل الله بيحن ناحية كل واحد منا. فعشان كده ربنا خد القرار، لأنه بيحن للولد الغير مسر ده، ويقول رحمة رحمة أرحمه يقول الرب، رحمة أرحمه يقول الرب. ده قرار ربنا تجاه كل نفس فينا، مهما كانت النفس دي عاصية وقاسية. ربنا قلبه مليان رحمة، ويقول رحمة أرحمه، تأكيد إن لينا رحمة في قلب ربنا متشاف. انصبي لنفسك صوى، واجعلي لنفسك أنصابا، اجعلي قلبك نحو السكة، الطريق التي ذهبت فيها. ربنا بيكلم النفس، ما زال بيكلم النفس، بيقول اعملي لنفسك عبادات الأصنام دي، السواري والتماثيل والحاجات اللي انت بتخضعي لها وبتسجدي ليها وبتحبيها، فاعملي لنفسك صور، واعملي لنفسك أنصاب، واجعلي قلبك نحو السكة، الطريق اللي انت مشيتي فيها بعيد عني. لكن يقول لها ارجعي يا عذراء إسرائيل، السكة اللي انت مشيتيها دي بقى ارجعيها تاني. الرغبات والشهوات واللي احنا جرينا وراها وقلنا هي دي سعادتنا وهي دي فرحتنا، وربنا سابنا نعمل اللي احنا عايزينه ونجري ورا اللي احنا عايزينه، بس بيقول لنا بعد ما تلاقوها انها كلام فاضي ارجعي.
ارجعي مرة تانية ليا. والغريبة برضك إنه مازال ينظر إليها بأنها عذراء، بالرغم إنها لما طلعت وراء الأنصاب والصور دي زنت، لكن في نظر ربنا ما زالت عذراء. فيقول لها ارجعي يا عذراء إسرائيل، ارجعي إلى مدنك هذه. دعوة للرجوع. حتى متى تطوفين أيتها البنت المرتدة؟ حد إمتى هتفضلي تمشي يمين وشمال، عمالة تجري ورا ده وتجري ورا دي، تروحي هنا وتيجي هناك، تطوفين يعني عمالة تلف في كل حتة، نفس مش مستقرة. يسميها البنت المرتدة اللي ارتدت عن أبوها، لأن الرب قد خلق شيئا جديدا في الأرض، حديثا في الأرض، لأن ربنا هيخلق خلقة جديدة حديثة في الأرض. إيه هي الخلقة الجديدة دي؟ أنثى تحيط برجل. والعادي أن الراجل هو اللي يحيط بالأنثى، لكن الحاجة الجديدة اللي ربنا هيخلقها إن الأنثى هي اللي تحيط بالرجل. طبعا في معنيين للآية دي، بنشوف منظر العذراء وهي محوطة المسيح كطفل، فأنثى تحيط برجل، أو الأنثى دي المقصود بها كل نفس بشرية، هي اللي هتحيط بالرجل، والرجل ده هو المسيح، إن النفس البشرية هي اللي تحتوي المسيح. ومفروض الطبيعي إن الراجل هو اللي يحوط على المرأة، لكن هنا بيقول أنثى تحيط برجل. هكذا قال رب الجلود إله إسرائيل، سيقولون بعد هذه الكلمة في أرض يهوذا وفي مدنها، عندما أرد سبيهم، لما رجع السبي اللي اتفرق واللي اتشتت ده اتشتت، هيقولوا الكلمة دي بعد كده. ايه الكلمة اللي هيقولوها؟ يباركك الرب يا مسكن البر. إن الإنسان يبقى مسكن للبر، البر ده كل صح. فيباركك الرب يا مسكن البر، يا أيها الجبل المقدس. كل نفس تبقى مسكن للبر وتبقى جبل مقدس مخصص لله، فيسكن فيها يهوذا وكل مدن معا، الفلاحون والذين يسرحون القطعان. فلاحين ده اللي بينقب الأرض ويبذر البذار ويحصد الحصاد، واللي يسرحوا الغنم أو القطعان ده الراعي. فالفلاح والراعي كل اللي بيشتغلوا وكل اللي بيسرحوا يسكنوا في يهوذا ويبقوا مسكن للبر وجبل مقدس. بعدين يقول من أعظم الآيات في الكتاب المقدس الآية 25، لأني أرويت النفس المعيّة وملأت كل نفس ذائبة. ربنا بيروي كل نفس معيّة، معيّة يعني تعبانة عطشانة منهكة فاقدة للرجاء، ربنا يرويها. شوفوا نفس كده تبقى تعبانة ومحتاجة نقطة مية، لا ده ربنا مش يدي نقطة مية، ده يرويها، يروي النفس المعيية ويملأ كل نفس ذائبة. حاجة اللي بتدوب ما ينفعش تتملي،
يعني لو عندي قمع من السكر وحطيت فيه ميه ما يمسكش الميه، لان الميه هتدوب السكر. لكن ربنا بيقول عندي قدره اني املى اللي ما يتمليش، اللي ما عندوش امكانيه للملء. وده وعد رائع جدا. ملأت كل نفس ذائبة، أملى اللي ما بيتمليش. فربنا ده عمله يروي النفس المعيية أيا كان سبب الإعياء بتاعها، خطيتها، اضطهاد الناس ليها، إهمال الناس ليها، الظروف الصعبة اللي عايشة فيها. ما هي محتاجة لنقطة مية من الحب أو الاهتمام أو الرعاية أو السؤال. ناس كتيرة بتسأل وبتشتكي وتقول ما حدش بيسأل فيا، ما حدش بيهتم بيا، ما حدش بيحبني، ما حدش بيقدرني. قدامنا ربنا هو بيقول أروي النفس المعيية، وملأت كل نفس ذائبا، فيرد أرمية بلسان البشرية كلها يقول على ذلك. على ذلك يعني على الوعد اللي انت اديته ده يا رب، انك بتروي النفس المعيية وبتملأ كل نفس ذائبة. على ذلك انا عايز اختبر ده. استيقظت، استيقظت يعني فقت من النوم بتاعي، من الغفلة بتاعتي. على وعدك ده يا رب أنا استيقظت، صحيت، خدت قوة للقيام، خدت حياة جديدة. مش بس استيقظت فقت كده وانتبهت، لا، ونظرت، نظرت يعني شفت اللي انت بتقوله ده واختبرته، دقت الوعد بتاعك ده يا رب. فالوعد ده أنا صحيت وفقت ونظرت، نظرت يعني اختبرت وشفت ودقت، عشان كده لذ لي نومي. لما اجي انام وارقد ابقى فرحان ومبسوط خالص، لاني تراويت واتمليت ودقت صدق كلمتك ووعدك. فاجي انام وانا فرحان. والنوم ده صحيح نوم الجسد أو رقاد النوم العادي، في ناس ما بتبقاش عارفة تنام ولا قادرة تنام من كتر المرارة اللي في حياتها والتعب اللي موجود في حياتها. في ناس بتنام إنها كده يعطي أحباؤه نوما، فيلذ ليها النوم، تنام وهي فرحانة لأن اختبرت ودائت. وأيضا لذ لي نومي نوم الرقاد الأخير، لما أجي أموت أبقى فرحان، مش مرعوب وزعلان وحزنان أقول لا طب اديني يومين ثلاثة تاني، طب طول في عمري. لا، لما بيقول على الناس اللي اختبرت ربنا مات شيخا وشبعان أيام، احنا لو جينا لأي حد وقلنا له تموت دلوقتي يقول لك لا لسه ما شبعتش عايز تاني. لكن في واحد يقول اطلق عبدك بسلام لأن عيني أبصرت خلاصك، يقول لي اشتهى أن أنطلق وأكون مع المسيح، ذاك أفضل جدا. فاللي اختبر ربنا قام على وعد ربنا ونظر وعد ربنا يلذ له الرقاد ويلذ له النوم. إصحاح جميل قوي ده، إصحاح 31، لأنه بيدينا رجاء كبير قوي في ربنا وفي محبته وفي خلاصه. نكتفي بكده، نكمل المرة الجاية بنعمة ربنا. اجعلنا يا رب مستحقين إن احنا نقول لك بكل الشكر. يا أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، يأتي علينا يا رب ملكوتك، تكن مشيئتك
كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا كفافنا أعطينا اليوم، اغفر لنا رب ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. آمين. ربنا يكون معك.